هذه كلها لها تبعات كثيرة. طلبة في المراحل الثانوية وفي المراحل المتقدمة حقيقة أصبحوا محتارين بين طريقين، الاستمرار في المدارس البريطانية أو البحث عن البديل. المدارس السعودية في بريطانيا بهذه الصعوبة كان ما جيت هنا، ولو من المنطق أن الآباء يضحون بمستقبل أبنائهم. الطلاب هنا أحوج ما يكونون إلى ما يربطهم بلغتهم، بدينهم، بدولتهم. أسئلة الامتحانات تعجيزية بحيث أن فيها تحدي بين الطلبة والوزارة. أولا ومنذ البداية ما عدم وجود رؤية أو رسالة أو أهداف للمركز، يعني ما نعرف بالضبط إحنا إيش. أول شيء كنا مدارس، الآن صرنا مراكز، بعدين صرنا مراكز تقوية، المستقبل إيش هو غير واضح. هذه كلها لها تبعات كثيرة، من ضمنها تحديد المناهج، تحديد إيش الأولويات بالنسبة لنا كمركز. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المراكز التعليمية في بريطانيا لها دور كبير ومهم جدا، لا يعيه إلا من كان في هذا البلد. أنا أتكلم بصفة ولي أمر، بصفة أحد أعضاء هذا المركز. عايشت خلال هذه السنة كلها الكثير من الأمور التي أود أن أنقلها، ولعلها تصل إلى من يسمع، إلى من إن شاء الله يعني يغير شيء ربما لا نلحق عليها هذا العام، لكن للأجيال القادمة. الطلاب هنا أحوج ما يكونون إلى ما يربطهم بلغتهم، بدينهم، بدولتهم. بعد عام كامل أجد المراكز التعليمية لا تعطى هذا الدور الذي تحتاجه، تحتاج دعم مادي، تحتاج دعم معنوي، تحتاج تعطى قيمتها. الطلاب المنتظمين في السعودية يتلقون الدعم الكامل من حيث المدارس المهيئة والمعلمين المتخصصين، ومع ذلك تأتيهم الأسئلة من المعلمين. ونحن في بريطانيا لا يوجد مدارس مهيئة والمعلمين محدودي الإمكانيات، وتأتينا الأسئلة من الوزارة ولا يراعى فيها ظروف الطلاب. أليس من العدل والمساواة أن يكون إعداد الأسئلة للمرحلة الثانوية من قبل المراكز التعليمية وبإشراف مندوب من وزارة التربية والتعليم؟ المدارس السعودية في بريطانيا وهي ما تسمى الآن بالمراكز الحقيقة تعاني من شح مادي، وكما تعلمون المادة عنصر الحياة، هو اللي تجعل عجلة الحياة تسير. هذا أثر كثير على أداء المدارس من ناحية الجودة التعليمية، ومن ناحية استقطاب المعلمات أو المعلمين لها، ومن ناحية استجار المباني. زي أنا الحين طالب في ثالث ثانوي، والمدرسة السعودية كانت يومين والشهادة انتظام، الحين صارت يوم واحد والشهادة منازل، فسألوا منا الدافع المعنوي اللي حنا كنا نروح عشانه. مثلا انا بختار تخصصات زي الطب والهندسه والحاسب الالي، تخصصات تليق بي، فبالعقل ان شهاده المنازل ما تاكل عيش فيها. من جهه اخرى يعني ارى انه ليس من العدل مساواه طلاب الابناء المبتعثين في الخارج كطلاب منتسبين بمن هم منتسبين داخل المملكه العربيه السعوديه، لوجود فوارق كبيره جدا. على اعتبار ان الطلاب في الداخل لهم اتصال سواء بالطلاب المنتظمين او حتى بالمعلمين في المملكه العربيه السعوديه في مدارسهم هناك، بينما الطلاب هنا يفتقدون الى هذه الميزه، اضافه الى عدم الاستقرار النفسي والعائلي اللي يعيشونه طلاب المدارس الداخليه. فبالتالي ارى انها معادله او مساواه يعني غير صحيحه وغير عادله. الآن أصبح وضع أبناء المبتعثين حقيقة مشتت، خاصة في فئتين عمرية حرجة جدا، الفئة العمرية الصغيرة
والتي لم تنل التأسيس التعليمي الجيد على المستوى اللغة العربية والدراسات الإسلامية في المملكة نظرا لبداية دراستهم خارج المملكة. الفئة العمرية الأخرى هي الفئة العمرية المتقدمة في المراحل الثانوية. قد تكون الفئة الوسطية فئة يعتقد أنها في 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 وضع لا بأس به، لكن الفئتين العمرية الخطيرة جدا هي الفئة العمرية الصغيرة التي تحتاج إلى تأسيس الهوية الوطنية، الهوية الإسلامية، وهذا لن يتحقق إلا بوجود مدارس حقيقة. المراكز يوم واحد في الأسبوع وخمسة أيام يقابلها في المدارس البريطانية بالإضافة إلى الحياة العامة التي ينخرط فيها الطالب، لا تستطيع هذه المراكز أن تؤدي دورها الأساسي في تنمية أو الحفاظ على الهوية الوطنية. الطلبة في المراحل الثانوية وفي المراحل المتقدمة حقيقة أصبحوا محتارين بين طريقين، الاستمرار في المدارس البريطانية أو البحث عن البديل. كون الطالب ينضم إلى المركز التعليمي ويحصل في نهاية السنة على شهادة بنظام الانتساب، لا يستطيع حقيقة الطالب بذلك أن يلم بأكثر من 40 أو 50 أو 60% من المنهج. وأنا أعتقد أنه محتوى المنهج السعودي أكبر وأفضل بكثير من محتويات المناهج البريطانية. نحن نطالب وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في هذه المتطلبات وجعلها ملائمة لقدرات الطالب السعودي والأخذ بعين الاعتبار عائق اللغة. هل نحاول أنهم يكملون هنا إذا رجعناهم هنا السعودية فيها صعوبة؟ ولكن ما طلبنا واحد، أنه فقط أن أبنائنا يبقون في حالة مستقرة وإحنا كمبتعثين في حالة مستقلة كذلك. أسمع أنا ولا إن شاء الله يعني أتهم أن بعض السفرات بتسكر أبوابها، وهذا ما يجوز أبدا. لازم تفتحوا أبوابكم وصدوركم وتوسعوا أخلاقكم. الشعب السعودي أي فرد بيجيكم مهما كان مهما كان مهما كان يعرفوا إنه الشعب من الشعب السعودي وأنا من الشعب السعودي وهو ابني وأخوي. لا تقولون هذا ما لم قيمة ولا هذا أين وياكم. قدروهم واحترموهم